2005 كانت 13000 ديال الهكتارات اللي محفظه، حاليا من هنا السنه ديال 2014 بزوج ملايين ونص من الهكتارات المحفظه، من 13000 هكتار الى زوج ملايين ونص، وهذا مجهود جبار اللي كيجعل على ان حاليا كل مستثمر ولا كل مالك لارض تحد مع الاملاك الغابويه الوقت اللي كيمشي للمحافظه العقاريه المسطره مبسطه جدا فيحصل على الرسم العقاري بدون رفع اليد الى غير ذلك، لان الكل مسجل في الخرائطيه وكيتم تبسيط هذه المساطير وكتسهل المساطير على المواطنين اللي عندهم املاك تحد مع الاملاك الغابويه.